اللقاء. كرة سريعة عامر ديب، هجوم مرتد لمصلحة الوحدات، بينية أمامية وانطلاقة أبو حويطي. أبو حويطي يهيئ العرضية، حارس المرمى يتدخل، عبد الفتاح يواصل محاولة. كرة سريعة فيها خطورة لمصلحة الوحدات، أبو حويطي والتصويب واستماتة من الدفاع، لكن هنا تدخل ماذا يقول حكم اللقاء. يشير حكم المباراة إلى ركلة مرمى على ما يبدو، فرصة خطيرة لمصلحة الوحدات لكن لم تستثمر، لم تدخل الكرة الماضية. فرصة كانت يعني لأكثر من مرة، عبد الفتاح يبدو أنه سيغادر أرضية الملعب، لديه بطاقة في شوط المباراة الأول. حسن عبد الفتاح ماذا يقول حكم اللقاء؟ مطالبة طبعا باحتساب ركلة جزاء، كرة كان فيها ارتباك دفاعي، كرة كان فيها يعني تدخل كبير في اللقطة الماضية، لكن حكم المباراة أشار إلى أن الكرة نظيفة لوجود للخطأ لعبد الفتاح. إذن بطاقة صفراء يظهرها ويشيرها حكم اللقاء في وجه حسن عبد الفتاح. لاحظ الإعادة من جديد، هنا بدأت الخطورة، تصويبة تصدى لها محمد باشا، تابعها حسن عبد الفتاح، كان معه كل من المدافع أحمد عطية وحارس المرمى.